أنا شهادتي مجروحة بالإعلام، أعي أيضاً دور الإعلام. صحيح. وإحنا الآن في أحوج ما يكون إلى دوركم في الإعلام. تسلم. إلى دوركم في تكوين الرأي لشعوبنا، لتقريب وجهات النظر، للتعريف أن ترى مصيرنا واحد وهدفنا واحد. والله يعين في دار مدارنا في المشاكل في هذه الظروف اللي تمر فيها. كلنا نعرف أن الإعلام له دور كبير في الوقت اللي إحنا نعيش فيه الآن وهالظروف اللي نمر فيها، فدوركم كبير وأملنا فيكم كبير أيضا. فثقتي فيكم بأن تسخرون أقلامكم لمصلحة بلداننا. بلداننا مستهدفة الآن، اللي يحمينا هو وحدتنا وتلاحمنا، فاللي يجمعنا أكثر من اللي يفرقنا. الآن تطور الإعلام يا بناتي ويا أخواني، أصبح التواصل الاجتماعي صار له دور. ترويج الإشاعات مضرة في مجتمعاتنا، فإن شاء الله أنكم واعين لهذه المسألة وعارفين مدى خطورة الإعلام في هذه الظروف اللي نمر فيها. فأتمنى وأرجو دوركم يكون مساعد لقيادتنا السياسية كدول مجلس تعاون، ككلنا لازم نبث روح الولاء والمحبة لقادتنا. هذا اللي إن شاء الله الواجب اللي عليكم تأدونه، هذا هو الطريق الصحيح لتكاتفنا الحقيقة إلى إعادة اللحمة مرة ثانية إلى بلداننا من جديد. وهي إن شاء الله ما فقدناها مهما صار من خلافات، فهي عابرة إن شاء الله.